أحسن تواصل كلمة حكيم هل أداء واجب العزاء في زوجة الفنان الشعبي أحمد عبد الله. ايه الزوج ده؟ اتفقنا على كده؟ لا بس ارجع بس ارجع بس بعد اذنك بس ارجع بعد اذنك بعد اذنك ارجع ارجع بعد اذنك ارجع بعد اذنك ارجع بعد اذنك ارجع بعد اذنك على السلم زي ما كنت. طب يلا بعد اذنك ما في مشكله. طب يلا بعد اذنك اتكلم يا عم ما ترجع يا عم طب ارجع اتفضل مش كده بالظبط ولا ترجع مش هتقدر. طب كله هيك هتلاقيني بس بعد اذنك. بعد اذنك ما ينفعش ماشي. طب بعد اذنك طب بعد اذنك ما فيش نقاش عليا. طب ارجع بعد اذنك طب هنتكلم ارجع بعد اذنك احنا واقفين هنا واقف على السيتنج بصور عادي زي ما حضراتكم شايفين. اعزائي المشاهدين يعني بعد دخول الفنان حكيم وصوله لاعزاء يعني زوجة الفنان احمد علوية الله
شايفين معانا وايضا كمان محمد محمد شباب احنا قدامنا 3 دقايق بس احنا ويؤازل طبعا الفنان ومطرب الكبير بقول لك طبعا مشاهدين مشاهدي مباشر مصري مع حضراتكم شايفين طبعا حالة من الحزن على وجود الأبطالي كفاية كده احنا خدنا انستا كفاية ممكن بقى نطلع على السلم معلش هي مش بس صعبة كده والله بكلمك بجد ازعلك لو طلعت مش عارف شباب لو طلع صح معلش ما هو مش اللايف دلوقتي عدد الدقايق احنا خدنا اللقطه لو سمحتوا اطلع بره نقف على السلم انا بقول لكم اطلعوا بره العزم يلا يا جماعه مفيش حد يقول لنا مش هتطلعوا بره يلا معلش بعد اذنكم اهو ليه بقى ليه زي ما حضراتكم شايفين يعني اعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين مع حضراتكم يعني زي ما حضراتكم شايفين الآن وصلت الفنانة فيفي عبدو يعني طبعا فيفي عبدو الآن ظهرت زي ما حضراتكم شايفين بقال لا أستاذة فيفي يعني كلمة للفنان أحمد عدوية خش بس خش فرصة فرصة بس تخش فرصة ممكن يعني زي ما حضراتكم شايفين الفنانة فيفي عبدو ليك اي لازمه خلاص يا جماعه تقول ايه تقول ايه انا في مين اطلع من هنا كل حاجه ولا منزلش من فوق حاطين لك حاجه مفيش تجربتك بس لو سمحت انت عباره عن اول درجه ايه ده انا كلمني بره انا كلمني بس كابتن لا لا مين اللي منظم؟ ثواني يا جماعة مفيش حد منظم أنا مع أستاذ محمد بي آر طب ماشي أهلا وسهلا عايز أطلعهم فوق خلاص يا جماعة هم مش حابين عايز يصوروا على السلم خلاص يا فندم بص السمك هو كان معانا يعني زي ما شفت زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين مشاهدي مباشر من مصر طبعا شفنا في اللايف وصول فيفي عبدو والفنانه فيفي عبدو طب ممكن بعد اذن الشباب لورا بعد اذنكم عشان ما تضروش في اكل عيشنا بعد اذنكم نحب الكلام كلمه واحده الله يرضى عليكم والا تبقوا ورا هناك ورا الزرع ده طب بعد اذن وعدد كبير الحقيقه من نجوم الفن مشاهدينا في كل مكان مشاهدي مباشر من مصر شكرا لحضراتكم على المتابعه وانا معكم محمد شلتوت والسلام عليكم ورحمه الله